مشاهدينا زي ما قلنا نحرص على يعني التعرف على التغطية المستمرة لمراسلينا خارج الاستوديو. هنروح للزميل محمود عبد الحافظ، وهذه التغطية من محافظة أسوان وأحد اللجان الفرعية الموجودة داخل المحافظة. أعزائي المشاهدين، وبنستكمل تغطيتنا الإخبارية لانتخابات الرئاسة من داخل مركز إدفو. نتعرف على حضرتك. أنا سيلي أحمد، مساعد أمين شباب مركز إدفو. نزل النهاردة الانتخابات، بساعد بقوم بواجبي المفروض اللي هو إن إحنا نساعد في نسهل العملية الانتخابية، لأن ده شايفين إن ده هيساعدنا بعدين، إن الانتخابات دي فيها فايدة لنا إحنا بعدين، عايزين بلدنا تكون أحسن. فبس فبنقوم بواجبنا الوطني. يعني لو تكلمنا عن النواحي والتيسيرات اللي بتقدم للناخب من لحظه وصوله حتى عمليه الانتهاء من عمليه التصويت. حضرتك بندخله اللجنه، بنكون معاه يعني لحد ما يقدم صوته. لو في اي مثلا معوقات او كده بنحاول نقلل منها او بننهيها خالص، يعني بس لحد ما الناخب يقدم صوته، وبعد كده بنطلعه. اكيد طبعا احنا بنشجع الشباب ان هي تشارك في حاجه كبيره زي كده، طبعا بالنسبه للمستقبل افضل، وبنشجع طبعا كل المصريين لحاجه برضو تخص بلدهم، حاجه كبيره، حاجه عظيمه، المفروض كل الشباب والمصريين يشاركوا فيها لتدعمهم بلدهم برضو، ان هي شايفين مستقبل افضل باذن الله. لنا دور مهم طبعا، الشباب خلاص الحياه اللي جايه دي حياه الشباب، حياه التكنولوجيا، بنحاول نوصل لأكبر العدد من الشباب ان هم يحضروا معانا، يقعدوا معانا في الحمله الانتخابيه. اكيد انا شايف لكم دور كبير كلجنه تنظيم داخل اللجان، يعني ايه النواحي التنظيميه اللي بتقدموها للناخب من لحظه وصوله حتى الانتهاء من عمليه التصويت، وايضا التيسيرات الموجوده داخل اللجنه؟ التأثيرات الموجودة داخل اللجنة ان الشباب بتحاول توعي الناس اللي داخلة ان هم يعملوا الحل الانتخابية والورقة ينتخبوا بطريقة صحيحة، طريقة صحيحة، لان في طبعا في اصوات باطلة بتحصل كتير بسبب عدم الوصول لهم للطريقة، ممكن ينتخبوا 2 3، فهو بنحاول نوصلهم تأثيرهم من الكلام ده. في عندنا حملة الحاجة اللي هو طبعا اللي هو ذوي الاحتياجات الخاصة، لينا مساعدات ليهم، بندخلهم جوه لانه بنساعدهم في العمل الانتخابي. لازم نوعي الشباب قبل ما هو يخش ينتخبوا، لو في اي معوقات فكرية او معوقات في اللجان احنا بنيسرها ان شاء الله، وبننصح الشباب ان هم ينزلوا ينتخبوا، لان طبعا صوتهم هيفرق في الانتخابات جدا. ولازم الشاب يكون داخل اللجنه عارف هو هيعمل ايه، فاحنا من دورنا ان احنا نوعي الشباب ونحاول يعني نيسر اي حاجه فيها معوقات. الناخبين بصفه عامه. طبعا.